رايك ايه في الماتشين؟ لو بدأنا بماتش جيبوتي وبعدين ماتش سيراليون، وعايز اعرف كمان من وجهة نظرك شايف مين الفريق اللي ممكن ينافس مصر في المجموعة دي؟ بص، اعتقد بوركينا فاسو يعني هي بوركينا فاسو رغم تعادله بس هم فرقه كويسه، فرقة كويس. فرقه كويسه عندها عناصر كويسه ومحترفين كتير وفي انديه كويسه. ما اقدرش اقيم المنتخب من خلال التجربتين، لان هم يعني خلينا متفقين الفرقتين يعني مستواهم أقل. قليل شويه. لكن في الاخر زي خلينا احنا متفقين احنا عايزين نتيجه وان احنا ناخد 3 بونت ايا كان بقى مين اللي بتلعبه. لان انت عارف حلم اي مصري يشوف منتخب مصر في كاس العالم. اي فده الاهم يعني. شايف التشكيل اللعيبه اللي موجوده في المنتخب دلوقتي من وجهه نظرك، هل فيتوريا الفتره الجايه هيستعين بلعيبه تانية؟ يعني احكي لي كده شويه عن الخطوط الثلاثه في منتخب أنا مصر. اعتقد ان او اتمنى ان مشكله امام عاشور تعدي وتمشي، لان امام مهم جدا من اكتر العناصر اللي لازم تبقى موجوده جوه الملعب. أيوة. يعني كمان مش موجود، لا لازم يبقى موجود جوه الملعب. اتبسطت جدا من الراجل ان هو طلع فتوح بره مشكله، يعني فصل مشكلة بين نادي الزمالك. الزمالك، ان برضه فتوح مهم جدا، لعيب كبير في الماتشات الكبيره هيبقى مهم. فانا يعني في لعيبه كتير الفتره اللي فاتت كانت ماشيه كويس، حسين الشحات بقى له فتره ماشي كويس، انضم في مشكله، بس انا اعتقد ان الاجانب بيعرفوا يفصلوا والمشكله يبقى هتتحل، العقوبة على قد وهيبقى ليهم دور الماتش يعني يعني. الفتره اللي جايه. الدوري المصري السنه دي فيه لعيبه كتير مميزه، الدنيا ماشيه بشكل كويس، ففي الاخر ده بيبقى حاجه كويسه لمنتخب مصر. فانا شايف ان الفتره اللي جايه المنتخب كمان خلينا عندنا لعيبه كتير كويسه، المحترفين بقى كتار، فدي هتفرق معانا. مصطفى محمد هيفرق مع منتخب مصر لانه ماشي مع النادي بشكل كويس، تريزيجيه نفس الموضوع، مرموش كمان ماشي في المانيا كويس جدا. فاتمنى ان احنا يعني نمشي كويس، وحلم اي مصري زي ما قلت لك ان احنا نوصل كاس عالم. كاس عالم فدي اتمناها اهم حاجه، الناس ما تسالش على الاداء دلوقتي، يعني اهم حاجه الثلاثه بونت، بس احنا خلاص نوصل كاس داخلين عالم بقى بقى ونشوف لسه الدنيا. في امم افريقيا بقى بالظبط. هتفرق معانا شويه، بس احنا في افريقيا بنعرف نمشي كويس، يعني اسمنا بيخوف الناس كمان. ايوه.